السلام عليكم. الـ IDS أو الـ Intrusion Detection System والـ IPS أو الـ Intrusion Prevention System أداتين بيستخدموا لصد الهجمات والتعامل معهم في عالم السايبر سيكيورتي. لكن إيه الفرق ما بين الأداتين دول؟ الفرق ببساطة شديدة جدا في الحروف الـ D والـ B. واحد بيدتكت أو بيكتشف والتاني بيبريفنت أو بيمنع. علشان نفهم الموضوع سريعا جدا فلازم نتعرف على آلية عمل الأداتين. الـ IDS نظام لاكتشاف المخاطر والتهديدات، وبيبقى عنده قاعدة بيانات محدثة باستمرار لكل التهديدات والمخاطر الموجودة أو المستحدثة علشان يبدأ يطلع لي alert أو تحذيرات وأنا كمسؤول أبدأ أتعامل معها. بينما الـ IPS بيمنع وفق رول وبوليسي أنا بحددها له مسبقاً علشان يقدر يتعامل مع المخاطر والتهديدات اللي بيتم اكتشافها ويمنع تماماً حركة المرور اللي جاية من خلالها. وعلشان في تهديدات ومخاطر ممكن تيجي بشكل مخفي أو بشكل مستحدث أو إنه لا يوجد سياسة أو قاعدة للتعامل معها، فلابد أني أستخدم الأداتين مع بعض لتحقيق أقصى استفادة. ولو هنستخدم أمثلة من حياتنا اليومية لتشبيه آلية عمل كلا الأداتين، فممكن نقول إن الـ IDS يشبه في حد ذاته الـ Fire System أو نظام الإبلاغ عن الحريق، وإن من ضمن مميزاته إنه بيكتشف ويحذر، بينما يشبه الـ IPS حارس البوابة أو Security Guard، واللي من ضمن مميزاته إنه بيكتشف أيضا ولكن يمنع. بينما العيوب فممكن يكون الـ IDS من أقوى عيوبه أنه لا يمنع التهديد ولكن فقط يحذر منه، بينما من عيوب الـ IPS أنه قد يسمح لتهديد لا يستند على سياسة أو قاعدة أمان. لذلك لابد من الجمع ما بين الأداتين للوصول لأقصى درجات الأمان. نلتقي في فيديو قادم. السلام عليكم ورحمة الله.